شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الحفل الختامي للنسخة الثانية لمهرجان ولي العهد السعودي للهجن، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، والذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد السعودي للهجن بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وثمن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الجهود المتميزة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود في دعم رياضة الهجن، والتي تعتبر إحدى أبرز رياضات الموروث التي تشكل بعدا تاريخيا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من تراثها الوطني الأصيل، والتي باتت تمنح المنطقة رصيدا حضاريا يزهو به الحاضر. وقال سموه: نشيد بالمستوى التنظيمي المميز لهذا المهرجان وما شهده من مشاركة واسعة من قبل الملاك، والذي انعكس بشكل كبير على مستوى المنافسات والتي ساهمت في إبراز وإنجاح هذا الحدث الرياضي التراثي، مهنئا سموه الملاك الفائزين بجوائز المراكز الأولى، ومتمنيا سموه في الوقت ذاته حظا أوفر لبقية الملاك في المشاركات القادمة.